على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية، نظراً لتواجد مختلف الكبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق محمد وسيم أشرف المدير العام لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق أول مرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، والسيد ألان تريبرت متبازي وزير الدفاع البوروندي، والفريق كاوين بوبين كولي إيزيدور أمين عام وزارة الدفاع الكونغولية، واللواء ألبرت موراسيرا وزير الدفاع الرواندي، والسيد فينسنت باميلانجاكي وزير الدفاع الأوغندي، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن حمد محمد سامي الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول فينا سيلفاتوري مابيو قائد قوات الدفاع الشعبي التنزاني، والعميد عباس أمين علي رئيس أركان حرب الجيش الصومالي، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني لتنمية جزر القمر. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.